السلام عليكم يا احمد السيد. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا. الف سلامه يا ابو حميد الاول. الله يخليك، ربنا يخليك ومتابعك، وبحييك وبحيي كل متابعينك في كل مكان. قول لي الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز ده، ماتش بيراميدز ولا الاهلي؟ لا، ماتش بيراميدز في الدفاع الجوي طيب عامه الحكام اجانب، يبقى كده بناء على غلب بيراميدز. بالظبط، وهو اه كده كده انا سامعك ومتابعك، يعني بيبقى الاعلان عن طاقم التحكيم قبل اللقاء 24 ساعة، ولكن هو الكل بيقول فعلا طاقم تحكيم أجانب. هو فبما إنه الكابتن عصام عبد الفتاح بعت لنا رسالة وأكد لنا على ده، بس عايز أقول على حاجة، أصل ليه سألتك؟ عايز أرد برضه على الهبي ده اللي قال لك بيراميدز، قال لك إحنا ما غلبناش حكام أجانب في الكاس. تمام، فاهم أنت؟ بس ده الغرض من صح صح السؤال. صح أه لا يعني لا، هو أهو على ملعب 30 يونيو أه أهو الدفاع أهو الجوي، ماتش طبعا من لقاء بيراميدز، أه أهو ماتش بيراميدز أهو ماتش ماتش بيراميدز بيراميدز صح. أه يعني بس كان يا جماعة بقول لك راهن في المصداقية على الوقت. وقتها قلت لكم ده ما حصلش، اهو ماتش بيراميدز والحكام اجانب. طيب عندك اي حاجه في الاهلي يا احمد؟ خليني اوضح بس الاصابات، لان برضو الناس يعني اه ممكن مهم. متابعاك و... لان النهارده يعني كل اسف، ويمكن وانا متابع المرام، يعني كلنا تابعنا اصابه طاهر محمد طاهر ومحمد هاني في مباراه الامس، طبعا يعني امام فيوتشر. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، يمكن انا اتكلمت بساله على اصابه محمد عبد المنعم، هو قال لنا محمد عبد المنعم الحمد لله اصابه يمكن في الامس كانت بسيطة، النهارده حتى شارك في أجزاء من المران، ولكن هو ما عندوش مشكلة خالص، هو بس كان في تحفظ أو تخوف عليه بسبب يعني إن كان عنده كسر في الأنف من أقل من شهرين، لكن محمد عبد المنعم جاهز للقاء بيراميدز، جاهز للقاء الزمالك فيما بعد، ما فيش مشكلة خالص يعني. ولكن طبعا هي المشكلة الأكثر في إصابة طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، لأن طاهر محمد طاهر إصابته تأكدت يعني منذ ساعات، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، محمد هاني شد في العضله الاماميه، وبالتالي الاثنين الثنائي غيبه عن لقاء النادي الاهلي وبيراميدز السبت، يعني وبنسبه كبيره كمان ربما مع نادي الزمالك في نهائي الكاس، ولكن خلينا يوم بعد يوم نتابع احوالهم. لكن خلاص طاهر محمد طاهر مع محمد هاني خارج حسابات سوارش في لقاء النادي الاهلي وبيراميدز، فطبعا الامور بتتازم. فمن ناحيه الاصابات طبعا مع لويس ميكسيوني، مع تركي تاو، مع حسين الشحات، مع اكرم توفيق، مع اكثر من لاعب يعني، لكن النهارده محمود وحيد دخل المران يعني جزئيا بشكل كويس، النهارده بدر بانون بيشارك في المران، وده كان بناء على سواريز، ويبدو ان في تازم انتقال بدر بانون لنادي قطر القطري في خلاف نادي في بعض الشيء، في تفاصيل يعني بتعوق اتمام الصفقه، فالنهارده سواريز كانت رؤيته واضحه لكارد سواريز انه طالب ان بدر بانون يكون موجود في المران، هو عايز يشوفه عن قرب، هو برضه بيبص لقدام عايز يشوف ملامح الفريق الفترة الجاية تبقى عاملة ازاي وقوام الفريق، فالنهارده بدر بانون بيشارك، ومن الواضح انه هيبدا ياخد اجزاء من المباريات الفترة القادمة بما انه لاعب موجود ولاعب هيعتمد عليه في الفترة القادمة، لان زي ما انا بقول في تأزم الانتقال لقطر القطري، ولكن في كل حال من الاحوال هو ما زال لاعبا في النادي الاهلي. النهارده برضه خلينا نوضح تركي تاو والويت ميكسيون، نتكلم في اسبوع 10 ايام يقدروا يدخلوا المران الجماعي. اكرم توفيق يعني ده كان الخبر المميز ليا النهارده، كابتن سيد عبد الحفيظ اكد لينا ان باذن الله يمكن خلال ايام يقدر يخش في بعض التدريبات البدنيه شويه بشويه، فيعني اكرم توفيق احنا هنعد بقى الايام على عودته، لكن الامور بقت مبشره جدا انه باذن الله ان شاء الله ممكن نلاقي خلال اسبوعين بالكثير اكرم توفيق يدخل التدريبات شويه بشويه طبعا تدريجيا، ويبدا يدخل يبقى جاهز للمشاركه فيما بعد للمباريات يعني. زي ما انا قلت النهارده كان في جلسه علاج طبيعي لمحمد عبد المنعم، جلسه استشفاء كمان للعيبه اللي شاركت في مباراه طبعا فيوتشر، لكن النهارده سواريش كان حضرته مع اللعيبه بياكد على قيمه اداء التعليمات المطلوبه، يعني لما بتأدي التعليمات المطلوبه منك وتلعب باريحيه بتحقق مكسب واضح وبتستفيد وبتجيب نتيجه كبيره. فالنهارده اللعيبه سعيده بالمكسب، سعيده بالاداء، سعيده بردود افعال الجماهير على الاداء، الكل بيتعهد ان ان شاء الله الفتره الجايه استمرار هذا الاداء واستمرار يعني التالق، لان الناس كلها تعلم مباراه بيراميدز السبت الجاي خلاص انت مباراه مهمه في مشوارك في الدوري العام، لا قدر الله اي اخفاق او اي تاخر في اي نتيجه بتعمل ازمه وبتعمل مشكله، حتى هذه اللحظه الاهلي يفوز في كل المباريات وهو متصدر الدوري العام، لكن طبعا في تحديات كثيره منها ضغط المباريات منها الاصابات منها حاجات كثير، لكن الاهلي بيواجه ده شويه بشويه.
برضه خلينا نوضح حسين الشحات، لان حسين الشحات حتى هذه اللحظه لم يسافر لاجراء العمليه الجراحيه اللي هو يعمل جراحه، طبعا عنده قطع فيها في ظروف الركبه. علمت النهارده ان ربما يكون التفكير السفر لقطر، لان يعني طبعا الحمد لله ان الجراحه وظروف مش ظروف صليبي، بالاضافه ان قطر كمان الامور الطبيه فيها كمان وتاهيليه اكاديميه ستاير بقت خلاص كل اللعيبه الاوروبيه بتروح ليها اصلا، فربما خلال ساعات نلاقي حسين الشحات متواجد في قطر لاجراء جراحه الغضروف. وباذن الله الناس بتتكلم ان شاء الله يعني حسين الشحات من بعد العمليه بعدها بشهرين بحد اقصى يكون موجود في التدريبات ويقدر يشارك بعد كده مع اللعيبه ان شاء الله. الاصابه مش هتطول عن كده يعني. تمام يا ابو حميد، هل لديك اي حاجه تانيه؟ طبعا يعني خليني كده سريع برضه في بعض الاخبار الاداريه. النهارده كابتن محمود الخطيب كان في جلسه وديه طبعا مع مجموعه من ابناء جيله سواء من قطاع الناشئين او فريق شباب في الاهلي خلال فتره التمرينات. يعني جلسه كان موجود فيها الكابتن محمود الخطيب مع الكباتن بقى جمال عبد الرؤوف وسلام ابو العيله ومحمد عبد السميع والكابتن محمد حلمي وسمير حسن. جلسه كانت وديه كان فيها اجواء جميله جدا جدا. الكابتن محمود الخطيب مع ابناء جيله ويمكن يعني يمكن حتى الصور نزلت على موقع رسمي للنادي الاهلي. اجواء جميله وذكريات جميله والشيء بالشيء يذكر دايما في يعني جيل النادي الاهلي. اجواء جميله بيعيشها دايما لما نشوف الحاجات اللي زي دي، بتدي قيمه للشباب الجديد اللي طالع وقيمه للناس اللي دايما بتستفيد من الاجيال الماضيه، ياخدوا منها الدرس ويتعودوا ويستفيدوا. دي حاجه محترمه. فالجلسه بصراحه يعني كانت مميزه جدا، كنا حتى يمكن نشر الصور وجلسه الكابتن محمود الخطيب. برضو خليني اوضح يمكن انا من ضمن الاخبار اللي كنت مجهزها معاك النهارده ناصر الموضوع والتر جواليا. الناس النهارده اتكلمت على وصول بعض العروض الرسميه لضم والتر جواليا. علمت ان في مندوبين من نادي القادسيه السعودي ربما يكونوا موجودين في القاهره خلال الساعات للتفاوض لشراء عقد والتر بواليا، وان كونغولي والتر بواليا ينتقل للقادسيه السعودي بشكل رسمي وبشكل نهائي. فالنادي الاهلي طلب ان والتر بواليا يكون موجود في النادي، وربما خلال الساعات يكون المندوب للقادسيه السعودي متواجدين للتفاوض على انتقال والتر بواليا لنادي القادسيه السعودي خلال الفتره القادمه. ولكن حتى هذه اللحظه ما فيش عقد رسمي يوصل. يمكن انا بقول لك انا عرفت بس ان ربما يكون نادي القادسيه السعودي مهتم ويكون في يعني احاديث معاهم خلال الساعات القادمه، ولكن خلينا نتابع كل الاحداث وكل الملفات مع حضرتك دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو حميد. بشكرك يا استاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ابو حميد.